هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت. أنا مش ضعيف ولا هستسلم من اللي جرى لما هتعلم. أنا مش ضعيف ولا هستسلم من اللي جرى لما هتعلم. لقيت في إيد ومن جديد نبدأ ونرضي ربنا. نفضل شباب في الخير صحاب نمشي في طريق باين لنا. بنقيد في ايد ومن جديد نبدأ ونرضي ربنا. نفضل شباب في الخير صحاب نمشي في طريق باين لنا. انا طول ما ربنا هتغير انا من جوايا عمر الشيطان ما هيخدعني. بقيت في ايد ومن جديد نبدأ ونرضي ربنا. نفضل شباب في الخير صحاب نمشي في طريق بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم والحلقة الرابعة من حملة حماية. الحملة مدتها 5 أسابيع، وصلنا لقبل النهاية وعايزين نجدد النفس والقوة ونبذل مجهود غير عادي. هتقولي مش خلاص فات كتير، اللي جاي محتاج مجهود أكتر وهنبذل مجهود أكتر. ولو تعرفوا احنا بنصور الحلقة دي واحنا تعبانين قد ايه، بس احساسنا ان احنا عايزين نبذل مجهود لغاية اخر يوم في الحملة، فبندي بالحلقة دي طاقة جديدة هنبذل مجهود. حلقة النهاردة نقدر الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعد 4 أسابيع نقول الحملة نجحت. نقدر نقول للناس اللي اشتغلوا على الأهداف اللي كنا حاطينها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحلقة نجحت والحملة نجحت. كان نفسنا في 1,000,000 ستيكر، عدينا 2.5 مليون ستيكر وداخلين على 3 مليون، وأنا بقول لكم إن هم أكيد أكتر بكتير. كان من نفسنا 5,000 نشاط، وصلنا لل 15,000 و20,000 نشاط بفضل جهدكم يا شباب ويا صناع الحياة ويا بنات ويا شباب الجامعة، حاجة عظيمة وزي الفل. كان نفسنا في 5,000 مدمن، احنا دلوقتي بنقرب من 4,000 مدمن، وان شاء الله على نهاية الاسبوع الجاي هيكون جانا 5,000 مدمن، وتكون الحملة نجحت من كل مجامعها من الثلاث اهداف اللي حطيناها. بس لسه اسبوع، لان ان في لسه حتت عايزين نكملها. صحيح ما كناش قايلينها من اول الحمله، لكن نقدر نحطها النهارده. وطالما انتم ما شاء الله شغالين ونويتوا بقى نظرتوا نفسكم لربنا الاربع اسابيع اللي فاتوا، يبقى ان شاء الله نقدر كمان نحط كده هدف جديد ونحط له اسبوع، وفي الاسبوع ده نخلصه. تعالوا الاول نراجع مع بعض الحمله. زي ما بقول لكم استطيع الحمد لله لاول مره نقول مبروك، الحملة نجحت، وإن كان لسه فاضل أسبوع زي ما قلنا هنشتغل فيها حاجة تانية. الحقيقة الحملة فيها حاجة خطيرة قوي. الحملة بتقول الشباب العربي إيجابي، الشباب العربي مش صفر زي ما كان البعض بيظن، الشباب العربي له رقم، ورقم صحيح ورقم كبير ورقم مؤثر. والحملة بتقول حاجة تانية، الحملة بتقول إن فكرة التفاعل عادت الى الناس، وان فكره ان يعني نغير المفهوم السلبي عن مشاهده التلفزيون، ان مشاهده التلفزيون قد تكون هادفه احيانا وكثيرا تكون غير هادفه لتضييع الوقت. احنا بالحمله دي بنغير المفهوم، بنقول لا، مشاهده التلفزيون هادفة كثيرا وتفعل كثيرا، وبحملة حماية وبرنامج الجنة في بيوتنا بنعيد فكرة صناع الحياة، بنعيد فكرة المشاهدة للتطبيق، المشاهدة للتنفيذ، المشاهدة للإيجابية، المشاهدة للتفاعل، المشاهدة من أجل أهداف جميلة تخدم بلادنا وتخدم وطننا. دون مفهوم جديد
أنا سعيد بيه أنه هو بيعيد للأذهان فكرة التفاعل من صناع الحياة إلى الجنة، إلى الجنة في بيوتنا. الحقيقة إحنا التحقنا بحملة حماية، وهي الحملة يعني أصحابها شرطة دبي وأصحابها الأمم المتحدة، وتطوعنا إحنا معاهم واشتغلنا، والشباب اشتغلوا وتحركوا، صناع الحياة اشتغلوا وتحركوا، فكانت هذه النتائج الجميلة والعظيمة. لكن الحقيقة الحملة فيها معنى تاني جميل قوي. ايه هو يا جماعة؟ احنا قبل ما نبدأ حملة حماية كنا عملنا اتفاقية مع شرطة دبي والأمم المتحدة من حوالي سنتين، وكانت الاتفاقية دي هدفها تدريب 1000 متدرب، وضربناهم وخدوا شهادات من الأمم المتحدة على انهم يعملوا ايه؟ يعملوا توعية للشباب في العالم العربي. فضل سؤال، والسؤال ده مش عندنا بس، عند اي حد بيعمل توعيه في موضوع زي المخدرات، ايش عرفنا ان انتوا عملتوا نتائج؟ اصل التوعيه دي كلمه عامه، فين؟ ادونا حاجه نمسكها في ايدينا. بتقولوا ضربتوا 1000 شاب، ضربنا 1000 شاب اللي هم شغالين معنا في الحمله دلوقتي، بس من سنتين. طب يعني ايه ضربتهم؟ طب ايه الاثر؟ ما الدنيا زي ما هي. فقعدنا ندور في تجارب العالم، تجارب العالم مين بيقيس ازاي؟ فاهمين يعني ايه بيقيس ازاي؟ يعني مين يعرف هو نجح ولا ما نجحش فيقيس ازاي؟ فلقينا تجربه في انجلترا. لقينا ان بريطانيا وزاره الداخليه البريطانيه والحكومه البريطانيه بتعرف ازاي هي ناجحه ولا لا؟ حطت مستهدف ان 1000 واحد في الاسبوع، كل اسبوع في انجلترا من المدمنين يبدا برنامج العلاج. تخيلوا، دي خطه الحكومه البريطانيه في موضوع الادمان. عايز تعرف هي ناجحه ولا لا؟ تقيس ازاي؟ عايزين كل اسبوع 1000 واحد يبدا برنامج العلاج. فجينا وقلنا تيجي نعملها في 5 اسابيع، واحنا مش اقل من الانجليز. عرفتوا فكره الحمله جايه منين؟ احنا ما قلناش الكلام ده في اول الحمله، بنقوله النهارده. هم حاطين 1000 في الاسبوع، طب هم امكانياتهم ايه؟ يا امكانياتهم رهيبه. طب واحنا امكانياتنا ايه؟ ما عندناش امكانيات، احنا الشباب، الشباب بس. طب تيجي نحصلهم؟ طب هم يا ترى بيحققوا المستهدف بتاعهم؟ بيحاولوا. طب احنا حققنا المستهدف بتاعنا؟ جبناه. مش بقى لنا 4 اسابيع وصلنا ل 4000، كل اسبوع جبنا 1000. يعني ايه؟ عايز تقول ان احنا سبقنا الانجليز؟ ايه يعني سبقنا الانجليز؟ ايه المشكله يعني؟ يعني ايه؟ يعني عايز اقول ان الشباب لما الناس اشتغلت عملت مستهدف ما يقلش عن مستهدف الانجليز والغرب في مواجهه موضوع الادمان. وحطينا حاجه قابله للقياس، 5000 مدمن عايزينهم يبداوا برنامج العلاج. يا جت استمارات يا ما جتش استمارات، جت استمارات. اتصلوا، قالوا عايزين يتعالجوا. انا بهدي للحكومات العربيه كلها قصه نجاح الحمله دي. بهديها لهم وبقول لهم شباب بلا امكانيات حققوا نتائج اكبر أو تماثل نتائج دولة زي بريطانيا لما بقت عايزة توعي شبابها من خلال أنها بتقيس 1000 واحد يبدأوا العلاج. وإحنا كمان الحمد لله شرطة دبي والأمم المتحدة وإحنا متطوعين معاهم قدرنا نحقق نفس المستهدف، 1000 في الأسبوع. وإحنا هنسيب الحملة الأسبوع الجاي وندور على حملة غيرها نشتغل فيها تفيد بلادنا، لكن هنسلم الحملة دياً للأطراف المسؤولة عن موضوع المخدرات، وبنقول لهم أرجوكم حافظوا على المعدل اللي احنا جبناه في ال5 أسابيع دول بما لديكم من إمكانيات، وندعي لكم يا رب ربنا يوفقكم، لأنها بلادنا في الآخر وولادنا وشبابنا. مش عايزين نقول إن احنا نجحنا، أبدا أبدا أبدا. عايزين نقول احنا زقينا زقة وبنسلم للمسؤولين، وبنقول لهم دي شيلتكم وشيلتكم تقيلة، ربنا يعينكم عليها لأنها حاجات كتيرة، لكن يا ريت يا حكومتنا ويا بلادنا نحافظ على المستوى دون 1000 في الأسبوع، مش لازم في بلد واحدة، في كل العالم العربي هيكون حاجة كبيرة قوي قوي قوي. أنا حبيت الحقيقة في الأسبوع الرابع بعد ما بدأت تبان خلاص ملامح نجاح الحملة أدي المعنى ده ووضح بوضوح هذا المعنى. أنا عايز الحقيقة أتنقل على معنى تاني خطير، عايز أتكلم فيه بعد ما عرفنا نوصل للمدمنين وظهروا وبانوا واتصلوا بينا وكلمونا وشفناهم وطلعوا على الشاشات لأن إحنا غيرنا طريقة التعامل
من طريقة التعامل اللي فيها أنت مجرم لطريقة التعامل أنت أخويا وابني وأنا عايز أنقذك عشان أنت مريض، فظهروا واتكلموا. الحلقة النهاردة بتناقش إن في مشكلة تانية. إيه هو لسه في مشاكل تانية؟ الحياة كده. إيه المشكلة التانية؟ المدمن اللي بيتسجن وبيدخل السجن، يا ترى بيعمل إيه في السجن؟ بيوقف مخدرات ولا بيشرب مخدرات؟ ويا ترى لما بيطلع من السجن بعد ما بقى مجرم ومدمن مخدرات والاتنين مع بعض، يا ترى هيطلع من السجن عامل ازاي؟ يعني كلمة ده سوابق إجرام، فلان ده مسجل خطر، سوابق إجرام، ومش كده وبس ومدمن، هنتعامل معاه ازاي؟ ويا ترى الحملة هتتعرض للنوع ده ولا ملهاش دعوة بيه؟ الحملة في أسبوعها الرابع قبل الأخير بتتعرض للنوع ده. خلي بالكوا المدمن مفيش مخدرات بلا جريمة، توافقوني على الكلام ده؟ مفيش مخدرات، واللي شاف فيكوا بقى الحلقات اللي عمالين نعرضها، مفيش مخدرات إلا ومعاها جريمة، مستحيل. أول مرة عدت، وتاني مرة عدت، وأول مرة كانت جريمة صغيرة، سرقة صغيرة، وتاني مرة كانت جريمة صغيرة، وبعدين بقت جريمة كبيرة، وبعدين بقت جريمة أكبر منها، وبعدين عدت، وبعدين الشرطة شافته وربنا بالمرصاد، وقع اتمسك دخل السجن، ها وهو مدمن، وطلع من السجن ده بقى ايه بعد ما طلع من السجن ولسه مدمن؟ ده بقى قنبلة موقوتة في الشارع اللي ساكن فيه، في الحي، في العمارة، ممكن تنفجر في أي بني آدم ونقول قضاء وقدر. بقى قابل للانفجار لأنه سوابق إجرام على إدمان. طب أنت إيه؟ أنت عايز توصل لإيه؟ أنا عايز أوصل لكلمة واحدة بس، هو الراجل ده مش لازم يتعالج وهو في السجن؟ بدل ما يطلع لنا قنبلة موقوتة؟ إحنا عايزين نعالج دول. ما أنا ليه جاي بقول الكلام ده النهاردة؟ ما هي الحملة ماشية بالتدريج. الأول قالت حطوا ستيكر، وبعدين قالت اعملوا أنشطة، وبعدين قالت عالجوا 5000 مدمن، وبعدين النهاردة بتقول حاجة جديدة، بتقول لازم نعالج اللي في السجن ده، لأن اللي في السجن ده لو ما تعالجش أخطر بكتير على حياة ابني وعلى حياة ابنك من أي مدمن عادي، لأن ده بقى مجرم وسابقة إجرام. أنا عايز أقول، أنا عايزكم تتفرجوا دلوقتي وتسمعوا شاب مدمن تحول إلى الجريمة هيقول إيه. ممكن تسمعوا عشان تحسوا ليه سجلنا معاه، وهو إيه بلي يسجل. طب ليه إيه بلي يسجل؟ عشان عايز ينقل للناس خطورة المخدرات لما ترتبط بالجريمة. أنا اسمي محمد، قعدت فترة حدود 10 سنين بشرب مخدرات، جربتها بنوع حبوب معين كده حد ادهولي قال لي خد جرب ده هيخليك تبقى مبسوط يعني، جربتها واتبسطت، وهي كانت كل المشكلة ان انا اتبسطت يعني، وتحولت من واحد بيشرب حاجة عشان يتبسط لواحد بقى مدمن مخدرات، وتحولت من مدمن مخدرات لواحد بقى مجرم يعني بسبب المخدرات. عملت حاجات كتيرة ممكن يعني محدش تخيل، أنا ما كنتش أتخيل نفسي أساساً أن أنا أبقى راجل بضرب مخدرات يعني، أنا ما كنتش بحب السجاير ولا أحب اللي بيشربوا سجاير، لدرجة أن قعدت سنة بشرب مخدرات وما بدخنش، لقيت نفسي كده بعمل حاجات مش ممكن عقلي يتخيلها يعني. أنا أفتكر في مرة كده كانت عندي أختي كانت اتخطبت، والمفروض أهل العريس جاب لنا الشبكة بقى والحاجات بتاعتها عشان نوريها القرايبنا بقى والجيران والكلام ده، وعلبة الشبكة جت في إيديا في يوم كده قايم الصبح برضو بلف في البيت بدور على أي حاجة خدها وانزل، جت في إيدي العلبة بتاعت الشبكة يعني، أخدت منها حاجة ونزلت، والناس يا محمد تعالى في حاجة كده، أنا طبعا مش ممكن يتخيلوا إن أنا لا 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 أنا بعملش الكلام دوت يعني، وأحلف بقى على مصاحف وأحلف على جوامع وأحلف على كل الكلام ده مش أنا يعني، وكنت انا من جوايا مش عارف انا بعمل كده ليه يعني، مش عارف انا ايه اللي بيخليني بعمل كده يعني،
بضرب مخدرات بحس باللذة لثواني قليلة جدا، وبعد كده بواجه المشكلة بالمصيبة اللي انا عملتها يعني في البيت بقى وفي الشارع وموبايلات وعربيات وكل حاجة، يعني كل حاجة كانت ممكن تقابلني ما كنتش بتأخر يعني. بيوت يعني انا افتكر كده كان في بيت حد قريب جنب بيتي، دخلت البيت ده واخدت منه حاجة يعني في عز الظهر، ومتخيل ان الناس محدش شايفني يعني. الناس كلها شايفاني، وكل يوم والتاني حد رايح البيت لأهلي، محمد اخد مش عارف ايه، محمد سرق ايه، محمد نصب على مين ففلوس قد ايه، محمد حور مع مين في ايه مش عارف. وتحولت من حتة راجل حرامي كل حاجة خلاص بقت اتشالت من قدامي، بقيت دخلت في حتة بقيت بسرق بالإكراه، اللي هو حد معدي تعال اقول لك حاجة، خد ايه الساعة دي جايبها منين، طب اديني النضارة ديت عشان رايح اقابل صاحبتي دلوقتي، ويكون مثلا احنا الساعة 8 بالليل. حاجات غريبة جدا كنت بعملها، ومش عارف يعني مش عارف كنت ايه اللي بيخليني اعملها، بس بعملها عشان الفلوس. ما عنديش مشكلة ان انا موت اي حد يعني، اي حد مهما كان هو مين او مهما كان صلتي بيه ايه، حتى لو حد عندي في البيت قعدنا انا وهو لوحدنا وجت في دماغي ان انا لازم اخد حاجه وهو واقف لي، كان عندي استعداد اموته يعني. افتكر في اخر 4 سنين كده اللي هو كنت بضرب واقعد اعيط في البيت ومش عارف اعمل حاجه، مش عارف اعمل حاجه خالص، اللي هو خلاص بقى القصه دي انا ربنا خلقني ابقى اعلان للناس. شفت اللي بيشرب مخدرات بيبقى عامل كده يعني، بيبقى عامل كده وهو ده حياته، يا بيموت يا بيتسجن، وبعد ما بيتسجن بيطلع يضرب تاني وبيموت. بس انت في الاخر يعني انا هموت وانا ضارب يعني. كان في واحد اعرفه كده بطل شويه واختفى، كان بيضرب معايا وبطل شويه واختفى الراجل دوت، وسالته انت بطلت فين؟ قال لي بطلت مش عارف فين، واخدت منه ارقام تليفونات الناس، بس انا كان نفسي ابطل بس ما كنتش مقتنع ان انا هبطل برضه يعني. انا بحمد ربنا انه عرفني الطريق دوت، وان انا بطلت النهارده، بقيت انا مبطل في حدود مبطل 3 سنين و7 شهور و17 يوم او 18 يوم بالظبط. وطبعا بحكم خبرتي اللي انا ما كنتش اعرف ان اللي انا كنت فيه دوت اخدت فيه خبره في ضرب المخدرات، بقيت بشتغل دلوقتي في مجال علاج الادمان، وافتكر ان البلد اللي انا فيها ديت ما كانش فيها ولا واحد مبطل غير الراجل ده بطل قبلية، وانا بطلت بعده على طول بعدها. انا ما خليتش واحد بيشرب مخدرات على مستوى البلد كلها، المحافظه اللي انا فيها دي كلها يعني، اخدت مثلا منها بتاع 80-90% من الناس اللي بتضرب مخدرات، الحمد لله اغلبهم مبطل دلوقتي فوق السنه. اشتغلت في مكان علاجي، ودلوقتي الحمد لله بساعد في مكان، ومتخرج من الناس دوت يعني، من المكان ده ناس كنت شايف نفسي فيهم وزيهم، ودلوقتي بقيت بساعدهم وهم بيساعدوني، وانا وهما بنساعد حد لسه ما يعرفش الطريق. وانا بحمد ربنا انه عرفني الطريق دوت، ويعني الموضوع دوت ما بقاش مقفول على قد البلد اللي انا عايش فيها بس، انا بطلع لغايه يعني اي حته في الدنيا فيها حد ممكن بيضرب مخدرات اروح له لغايه اي حته هو فيها يعني. انا افتكر من ايام فاتت كده رحت لغايه جنوب سيناء عشان اجيب واحد بيضرب مخدرات، وقعدت مع الاستاذ عمرو واخدت منه البروشور والحاجات بتاعه الحمله، ونازل جنوب سيناء تاني، لان الناس هناك ما تعرفش اي حاجه عن التبطيل يعني. هناك بقى مخدرات حتى السماله يعني ب 15 جنيه ممكن يجيب حاجه مهوله يعني، والناس ما تعرفش اي حاجه عن التبطيل وما تعرفش اي حاجه عن الحمله، الناس عايشه في الصحراء بس، فلازم حد يوصل لهم لغايه الصحراء. وانا ربنا يقدرني واقدر اعمل حاجه يا رب اعوض بيها المجتمع اللي انا بوظته دوت، وبوظت منه حاجات كتيره يعني، ربنا يكرمني اقدر اساعد الناس او يعني اوصل لاي حد في بيته يعني، ولو في اي حاجه العنوان بتاع الحمله موجود. انا مش ضعيف ولا هستسلم من اللي جرى لما هتعلم، انا مش ضعيف ولا هستسلم من اللي جرى لما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني نعيش مشكلة خطيرة، الإدمان مرتبط بالجريمة، والجريمة تؤدي إلى السجن، والسجن بدون علاج يؤدي إن الرجل اللي هيطلع من السجن ده خطر عليا وعليك وعلى ابنك وبنتك وابني وبنتي، قنبلة موقوتة ممكن تنفجر فينا في أي لحظة. أنت عايز إيه؟ السجن أصلاً عبارة عن إيه؟ السجن أصلاً فكرة السجن مكان إعادة تأهيل، مش كده؟ مش السجن ألف به السجن إصلاح وتهذيب. إصلاح وتهذيب يعني إيه؟ يعني جزء من العلاج، علاج الشخصية وبعدين ده إحنا 5000 مدمن عملنا مجهود رهيب عشان نقنعهم عشان يخشوا مركز تأهيل عشان ومصحة يتحبسوا فيها بس بمزاجهم عشان يخفوا. طب ما هو محبوس أصلاً، طب ده أدعى أن أنت تعالجه وفاضي قدامك وتستطيع أنك تاخد بإيده ومكسور، ليه ما نعالجوش؟ دي فكرة حملة النهاردة، ودون الهدف من حملة النهاردة. خلي بالكوا احنا في الجنة في بيوتنا عمالين نتدرج. الأول أول ما ابتدينا الجنة في بيوتنا في رمضان اتكلمنا على دور الأب والأم، فده شاب ما خدش نصيبه من دور الأب والأم، فعدينا. واتكلمنا على دور الصحاب وخطورة صاحب السوق، فده شاب وقع في براثين صاحب السوق. فاتنقلنا واتكلمنا على دور المجتمع في التوعية وصلة الرحم وبعدين حملة حماية، فده واحد ما استجابش لكل دون واتنقل. كل نقلات الجنة في بيوتنا ما جابتش معاه نتيجة، سواء في حياته العمومية أو من ساعة ما ابتدى البرنامج ده، وفضل ماشي عمال يروح في سكة الجريمة وفي سكة الإدمان لغاية ما وصل للجريمة الكبرى. سرق مرة وعدت، وسرق التانية وعدت، ودخل في جرائم كبرى واتقبض عليه ودخل السجن. هنعمل معاه إيه؟ أولا أنا عايز أوجه رسالة ليه هو شخصيا. لمين؟ للمسجون. هو سمعك، يمكن يسمعني، يمكن حد من أهله يبلغها له. انت دلوقتي بقيت في عزله. في امام من ائمه المسلمين اسمه ابن تيميه اتسجن في فتره من فترات حياته، فاعلن شعار وقال سجني خلوه، سجني فرصه للاختلاء بالله سبحانه وتعالى. انا بوجه رساله لكل مدمن سجين، بقول له سجنك خلوه بالله، خبط على بابه، اطرق الباب. انت عندك فرصه، يمكن اللي سرقاهم دوامة الحياة مش عندهم الفرصة بتاعتك دي. انت بقيت منكسر، فقدت حريتك، فالجأ للي تواصلت معاه يفتح لك أفاق السماوات والأرض. انت مسجون في زنزانة صغيرة، لكن بصلتك بربك تتفتح لك أفاق واسعة أوسع من بيوتنا وحياتنا احنا اللي بره. انت صحيح ما عدتش معانا وبقيت في مكان ضيق، لكن لو رجعت لربك يتسع المكان أكبر من بيوتنا وأماكننا. بكلم المدمن السجين وأرجوك يا أم المدمن السجين، وصلي لابنك رسالتي دي، وليه له عمر خالد بيقول لك روح لربنا، خبط على بابه واطرق الأبواب. ده كريم قوي، ده رحيم قوي، ده بيقول من أي حد حتى لو مدمن مجرم، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. خليها خلوة بالله، خليها حب لله، خليها بداية تصالح مع الله. خلي بالك، إذا اصطلح العبد على مولاه نادت الملائكة في السماء، اصطلح العبد على مولاه. تخيل لحظة الصلح. شوف انت مدمن وكلنا بنتهمك وكلنا بنقول عليك مجرم كل اللي بره، لكن انت عند ربك يوم توبتك اصطلح العبد على مولاه. يا بختك. بلغوه المعنى ده، بلغوه ان العبد مهما كان عاصي ومذنب اذا نادى يا رب يا رب يا رب قال له الله لبيك لبيك لبيك. أن العبد العاصي أو الفاجر إذا قال يا رب يا رب يا رب، تقول الملائكة لن يسمع له صوت، ربنا ما يسمعش، ده عاصي وفاجر. فيقول الله تبارك وتعالى لا تحجبوا صوت عبدي، لبيك عبدي لبيك عبدي. فيقولون يا رب إنه ليس أهلا لمغفرتك، فيقول ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة.
يا كل سجين فما بالكوا باللي بره. روح لربنا، روح لربنا. طيب دي رسالتي للسجين. طب انت عايز مننا ايه في الحلقه؟ احنا اتعلمنا ان حمله حمايه كلها كلام عملي. ايه المطلوب وايه اللي انت عايزه مننا؟ عايز اقول المخدرات مرض والمدمن اللي في السجن مريض. ممكن اسال سؤال، هل حد يعرف المدمن لما بيدخل السجن بيحصل له كشف طبي؟ اسف، المجرم لما بيدخل السجن هل بيحصل كشف او تحليل هو مدمن ولا لا؟ ما اعرفش، الله اعلم. طب واذا تعرف ان هو مدمن هل في علاج بيتم في السجن؟ ما اعرفش. طب وكم عدد المدمنين المسجونين في العالم العربي؟ ما اظنش ان في احصائيات بتقول، ما عندناش احصائيات. انا شخصيا ما عنديش احصاء. طيب وهل المدمن السجين بيتعاطى جوه السجن؟ ما اعرفش، ما عنديش ردود على الحاجات دي. بس اللي انا متاكد منه ان في مدمنين بيدخلوا السجون ويخرجوا مدمنين بلا علاج. دول تهديد لحياتي وحياتك وحياه بنتك وحياه ابنك، لانه بقى معاه سوابق اجرام على ادمان. قنابل في حياتنا. انت عايز ايه؟ انا عايز في الاخر ايه المشروع العملي اللي انت عايز تقوله؟ ايه المطلوب؟ انا بطالب كل بلادنا العربية عايزين نعالج المدمنين اللي في السجون. أرجوكم عايزين نعالج، عايزين نحط نظام سيستم لعلاج المدمنين المساجين عشان نحمي ولادنا. بين إيديكو آلاف المساجين، أنا معرفش الرقم، مفيش إحصاء. بين إيدينا وبين في سجوننا آلاف المدمنين المساجين. عايزين ايه؟ عايزين نحمي نفسنا، حقنا، عايزينهم يتعالجوا. ببساطة شديدة انا بوجه نداء لكل حكوماتنا وكل بلادنا وكل المسؤولين عن سجوننا، ارجوكم عالجوهم قبل ما يخرجوا بدل ما ينفجروا فينا. وده حقنا، عشان خايفين على ارواحنا وعلى ارواح ولادنا وخايفين على امننا. ارجوكم عالجوهم، ده المطلوب في الاسبوع الرابع قبل نهاية الحملة، بعد ما حققت الحملة أهدافها والناس تفاعلت معاها. وأنا نفسي إن إحنا قبل ما نكون ضحايا جرائمهم بعد ما يخرجوا، إن إحنا نصرخ ونقول أرجوكم عالجوهم. وأنا نفسي صوتي يوصل الآن لكل المسؤولين في العالم العربي، لكن أنا لصوتي إن هو يوصل لكل المسؤولين في العالم العربي. فالحل إيه؟ الحل نعملها زي ما عملنا الحلقات من ساعة ما ابتدينا. الحل مين؟ الناس. يعني ايه المطلوب؟ المطلوب ببساطة يا ريت كل واحد موافق على كلامي، او خايف على ولاده، او خايف على بناته، او خايف على عربيته، او خايف على بيته، او خايف من هؤلاء المدمنين اللي بالالاف لو خرجوا من السجون وهم مدمنين، لو موافق على كلامي ممكن لو سمحت نقول كلنا لبلادنا عايزين هؤلاء يتعالجوا في السجون. نقولها بأدب وبرفق وباحترام. ممكن كل واحد يبعت جواب، يبعت ايميل. هو ده مشروع الاسبوع ده، هو ده مشروع الاسبوع ده. عايزين نبعت جواب. نبعت جواب لمين؟ عضو مجلس الشعب اللي في دايرتك تبعت له خطاب ارجوكم تعالجوا المدمنين. تبعت ايميل لرئيس مجلس الشعب ارجوكم عالجوا المدمنين. تبعت لامير من الامراء اللي معروف بحبه للضعفاء والمساكين وتقول له ارجوك تولوا هؤلاء. تبعت في الجزائر، تبعت في المغرب، تبعت في مصر، تبعت في الكويت. ممكن تبعت لو سمحت خطاب او ايميل، بس انا ما بعرفش اكتب خطاب او ايميل. ادخل على عمري خالد.net او ادخل على موقع حمايه، هتبص تلاقي صيغه الجواب اللي ممكن تستخدمه مكتوب فيه ازاي تقول ايه، وازاي صيغه الجواب اللي بتقول ارجوكم عالجوا المدمنين في السجون. هي كلمه بسيطه قوي، هي يعني مش محتاجه دباجه كبيره. ارجوكم لو سمحتم من فضلكم حفاظا على ارواحنا وارواح ولادنا وامننا وامنكم، من فضلكم ممكن يتحط نظام لعلاج المدمنين في السجون. بس خلاص، ده الجواب، ده الجواب. وتبعته لفلان، هتلاقي. طب ابعته على فين؟ ما انا ما اعرفش العنوان اللي ابعت عليه. هتلاقي على عمري خالد.net عنوان مجلس الشعب، عنوان كذا، وكل واحد في بلده. طب انت عايز ايه؟ عايز 1,000,000 خطاب في اسبوع. سهل قوي،
ده لو كل واحد كتب خطابين، واحد موجه لهنا وواحد واحد لدايرته وواحد لرئيس مجلس الشعب وواحد للأمير الفلاني، كل واحد لو كتب 3-4 خطابات جبنا المليون، ويبقى دون آخر حاجة في الحملة. عايزين مليون، أرجوكم عالجوهم قبل ما يخرجوا لنا، أرجوهم عالجوهم على إن هم مرضى، وإحنا دعيناهم إن هم يرجعوا لربنا، ودعيناهم إن هم يستفيدوا من سجنهم ويفوقوا، بس أنتوا عالجوهم، عالجوهم ويتحط النظام ده، لأن أنا ما أعرفش إن النظام ده موجود. وكل واحد فيهم بيخرج الواحد بيقلق أكتر، والإدمان بيزيد، والمساجين نتيجة والجرائم بتزيد، وبالتالي المساجين بتزيد، وبالتالي هنروح فين؟ وفكرة تانية كمان، إيه رأيكم من ضمن الجوابات اللي نبعتها؟ لو حد يعرف حد سجين، ابعت جواب للسجين نفسه، قول له تعالج. لأ، قول له طالب بالعلاج. قول له طالب بالعلاج، لو طلبت بالعلاج هيكون دون حاجة أقوى إن يستجاب لهذا الطلب. ابعتوا للمسؤولين وابعتوا للمساجين، عايزينكم تتعالجوا، ويا مسؤولين عالجوهم قبل ما يخرجوا لنا. أرجوكم أرجوكم، واجب الأسبوع ده، وهنحط عداد على عمرو خالد .net يعد كل واحد بعت خطاب يسجل لنا، عشان نعرف برضه بنفس الطريقة بتاعتنا إن إحنا جبنا المليون. مطلوب مليون، مليون خطاب، مليون إيميل، الصيغة بتاعته بسيطة جدا، أرجوكم عالجوا أولادنا بمنتهى الأدب والإحترام والتقدير، وفي نفس الوقت موجود على عمرو خالد .net الصيغة، وفي نفس الوقت أبعته على أنهي عنوان؟ موجود على عمرو خالد .net. وبعدين اللي ما عندوش نت يا أخي ابعت جواب، هتعرف تبعته، ده انت لو كتبت بس الى فلان هتعرف تبعته. ابعته للمسؤولين، ابعته لمجلس الشعب، ابعته لرئيس مجلس، ابعته خطابات وايميلات، ابعت ان شاء الله لو تعرف تليفون، ابعت رساله، اتحرك، اعمل اي حاجه. مطلوب في هذا الاسبوع لمده اسبوع مليون خطاب وايميل يرسل الى جميع من هو مسؤول في بلادنا، مليون خطاب، ارجوكم عالجوا المساجين قبل ما يخرجوا من السجون، فتبقى الحمله ادت كل الواجب اللي عليها، ويبقى ما خدناش حتة وسبنا حتة، نبقى خدنا موضوع الإدمان من أوله لآخره، علاج مدمنين، توعية الأصحاء ليبقوا أصحاء، توجيه المدمنين اللي في السجون، توجيه نظر بلادنا. وإحنا يا جماعة بالخطابات دي مش بنزعل حد، بالعكس، ده إحنا بس بنلفت النظر، بنلفت النظر بصوت الناس كلها، المليون واحد، فالناس كلها تحس آه ده في موضوع مهم، ده في مليون واحد قالوا حاجة. ابعتولنا وقولوا لنا انتوا بعتوا ايه، ان شاء الله تبعتوا لنا نسخه من الكلام المؤدب اللطيف اللي انتوا هتبعتوه. انا برجوكم تهتموا بالحكايه دي. انا بختم حلقتي بتذكرتكم بقيمه الشرف اللي اتفقنا عليها على موقع بص وطل، وعلى موقع محيط، وعلى موقع عمرو خالد .net. كل واحد عمل نشاط في الحمله دي، ما تنساش، ارجوك ان شاء الله نشاط صغير، ما تقولش ده اصل انا عملت حاجه صغيره، سجل نفسك على قيمه الشرف موجوده قدامكم على الشاشه الان. ايه قيمه قيمه الشرف؟ قيمه الشرف إن كل اللي اشتغلوا معانا في الحملة دي وسجلوا نفسهم على قائمة الشرف هنختار منهم ناس نكرمهم، حتى اللي عامل أعمال صغيرة. 2، هنتواصل معاهم بعد الحملة وأكون أنا شخصيا على تواصل معاهم. 3، وهي الأهم، كل ما نيجي نفكر في حاجة بعد كده هنرجع للناس الإيجابيين بتوع قائمة الشرف، نقول لهم إيه رأيكم؟ نعمل إيه في اللي جاي؟ وناخد رأيهم ويكونوا شركاء معانا، نفكر مع بعض على على على, على الفورمز و و و و إلى آخره. اهتموا بقيمة الشرف، أرجوكوا أرسلوا مليون خطاب، نريد علاج المدمنين اللي في السجون. أشكركم جدا جدا جدا، ونشوفكم الأسبوع اللي جاي مع اقتراب حملة حماية من النهاية. أرجوكم نفذوا الطلب دون، لأنه في آخر حملة حماية فنكون نفذنا آخر طلب. أنا مستني جهدكم يا شباب، يا بنات، يا ستات، أنتوا يا ستات ابعتوا جواب، أكتر ناس عايزهم يبعتوا جوابات الستات، يا صناع الحياة، يا رجال، كله يبعت. أشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشيت زعلانة روحي، صعبانين عليا، لكن هديت جروحي وردت روحي فيا. لما قابلت غيرهم لسه ايدهم عافية، مش
شباب بده يعمر شباب بده يعمر ايده سابقة الايديا هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت.